ومعنا من الخرطوم عبر الهاتف هبة عمر، رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان. أهلا بك سيدة عمر. يعني كنا نتحدث عن خروج مستشفيات عن الخدمة، نتحدث اليوم في ضوء طبعا بيان صادر عن الجيش السوداني عن تحويل مستشفى بشرق النيل إلى ثكنة عسكرية من طرف قوات الدعم السريع. ما الخطورة التي تنطوي عليها مثل هذه الممارسات؟ عليكم المجد والخلود لشهداء الشعب السوداني وخالص التعازي لأسر الشهداء بعادة الشفاء للجرحى والمصابين والأوضاع الحميدة للعازمين والمفقودين. حقيقة ما زالت الاشتباكات طبعا جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، يمكن اليوم أو الأسبوع الثالث اللي هو اليوم 15 على التوالي، أثرت على مزيد من الضحايا. أنا عاوزة أقول إنه كل الأشياء زاد سوءا، عدد الوفيات يزداد 425 حالة، عدد الوفيات عدد الإصابات 2091 حالة إصابة بين المدنيين، مع التنويه لإنه في العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مضمنة في هذا الحصر بالنسبة لعدم هل تذكرين سيدة هبة نظرا لرداءة الصوت، هل تذكرين بعدد الضحايا من فضلك لو تعيد الرقم؟ عدد الضحايا الآن قلت لك كل الأشياء تزداد سوءا، عدد الإصابات يزداد اللي هو وصل 2091 حالة، وعدد الوفيات والشهداء 425 وفاة بين المدنيين، مع التنويه لأنه هذا الحصر في عديد من الإصابات والوفيات غير متضمنة في هذا الحصر وجاري حصرها نتيجة لصعوبة وصول الجثث والأجسام والمصابين للمستشفيات. أضف لذلك اللي هو برضو خروج المستشفيات من الخدمة. أعتذر منك سيدة هبة لو تعيدي فقط، وأنا آسف طبعا، عدد الإصابات 2061 أو 2091؟ 2091 مع التنويه أنه في كثير من الإصابات غير مضمنة في هذا التقرير نسبة لصعوبة وصولها لمرافق الخدمة. الإحصائيات دي بتجي من المستشفيات، الإصابات اللي وصلت المستشفيات، إحنا عارفين تماما أنه في إصابات كثيرة ما قادرة تصل للمستشفيات وبين المدنيين فقط. طيب عدد الوفيات اللي هي 425. مدينة الجنينة حصلت فيها اشتباكات عنيفة جدا، في صعوبة شديدة في حصر الوفيات والإصابات أيضا نتيجة لانعدام الأمن. في مدينة الجنينة تم 94 حالة وفاة اللي هي في اليوم 24 اللي هو اندلاع الاشتباكات العنيفة، لكن برضو ده ما حصر دقيق، في عديد لسه من الوفيات والإصابات ما تم حصرها وتحديثها. وفي ظل هذه بالإضافة لصعوبة الوضع الأمني، برضو في انقطاع لشبكات التواصل سواء كان نت ولا شبكات تلفونات، دي برضو بيزيد من الصعوبة اللي هو الحصر.